مهندس انا وانتم طيبين، ربنا يبارك فيك، تمرنا علينا كلنا بخير ان شاء الله. طبعا بشكر مهندس كوكو من الجامعه، فرصه نكون معاكم النهارده وده شرف لي ان انا اجيبها. موضوع النهارده هتسمعوه في الايام الجايه كتير، سواء في الاعلام، الراي، التلفزيون، وما تفوتوش لو لقيتوا ساعات كلام مش كله متفق عليه، لان حقيقه الموضوع ده يزال في علم السكر غير متفق عليه نهائيا. عندنا الحاجات المتفق عليها في العلم تبنى على دراسات، يعني بتتعمل دراسات مقننه بطريقه معينه بتطلع منها دلائل ادله، بناء على هذه الادله بيطلع نوع من القواعد الارشاديه العامه، بنعرف كل حاجه، بنعرف وين السكر المفروض ياخد دواء ضغط امتى، وياخد ايه ادويه الضغط، المفروض يوصل لكام، امتى تستعمل الدواء الفلاني، امتى تستعمل الدواء الفلاني، مين اللي ياخد ادويه كوليسترول ومين ما ياخدش، كل ده مبني على ادله صلبه بحيث ما ينفعش دكتورين يختلفوا فيه. لو اختلفوا تعرف ان واحد ما بيقراش. دي القاعده الوحيده، واحد بيعرف والتاني ما بيعرفش. لكن في حاجات ما عليهاش كم من الدراسات الشديده او الدراسات الكبيره. ده القيمه العلميه عشان تقدر تطلع منها بدليل. من ضمنها السكر ورمضان، الصيام في رمضان. للاسف احنا فوق 1.5 مليار مسلم، عدد اللي بيصوموا كثير جدا جدا جدا، ومع ذلك من الدول الاسلاميه لم تظهر دراسات بالقدر الكافي لاستجابه هذا السؤال. فاصبحت معظم الحاجات اللي محطوطه في القواعد هي مبنيه على مراقبه الطلاب. ذو خبره صحيح يجتمعوا ويحاولوا مع بعض يحطوا نوع من يعني التبصره. لا تقبل لمستوى الدراسات المقننه زي ما اتفقنا، وبالتالي قد يختلف طبيبين في عرض النقطه، وقد تروح لطبيب يسمح لك بالصيام لطبيب اخر يتحفظ. واضح ان ده بناء على خبرته اكثر منها على دليل علمي واضح. ولكن دعنا نقول ان الموضوع ما هوش يعني الصوره كده جري لهذه الدرجه، فيما هو متفق عليه اكيد في المنطق والتجارب، وفي جزء قد يختلف الناس عليه، وبالتالي المبدا العام برضه في الشريعه الاسلاميه لو اي صيام قد يسبب لك ضرر قد في مره الاحتمال، فالشريعه عندنا سامحه جدا وسمحت لك بالقاتل. ولكن لو انت متاكد ان ده لن يضرك فهنا وجب عليك الصيام. فمش هتكلم مين المفروض يصوم، مش هتكلم ايه القواعد الارشاديه، هسيب ده لحضراتكم عشان نستغل الوقت اكبر من الاسئله اللي معانا في المحاضره. لو دكتور اللي عايز يتكلم. بسم الله.